صنائع المعروف تقي مصارع السوق، ولو كانت في الآخرة، وصانع المعروف لا يقع، وإن وقع وجد متكئا يتكئ عليه، ولو كان في الآخرة. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من أيام الشهر المبارك تنعاد علينا وعليكم الأيام بألف خير، وحلقة جديدة من إحنا لبعض. علشان كده بقى عايزين نتكلم النهاردة عن المعروف، فمنورني فضيلة مولانا الشيخ إبراهيم الدسوقي. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. أيام مبروكة تعود علينا وعليكم بخير يا رب العالمين. اللهم أمين يا مولانا. أمين. المعروف يا مولانا، لما بنعمل معروف في حد، لحسن الناس بقت دلوقتي تقول لك ده اعمل الخير وارميه البحر، تيجي واحد يتريق تاني على الفيسبوك يقول لك لا انا الخير اللي في البحر ده ما يلزمنيش خالص. الناس ما بقتش عايزه تعمل معروف ولا تعمل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء بهاء الله، السين سناؤه، والميم ملكه، والله علم على الذات العلية، والرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الدنيا والآخرة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء وبعد كل شيء وراءها كل خير، اللهم آمين. المعروف اسم من الأسماء المحببة على قلوب الناس جميعا. كلمة المعروف قالها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو والمعروف هو شيء طيب يهديه رجل لمثله أو لغيره. تقي مصارع السوء، فعلا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في آخر حاجة كنا حضرتك بنتكلم فيها سيدنا عبد الله بن حذافة. سيدنا عبد الله بن حذافة عمل معروف، عمل صدقة، عشان هو عارف إن لو وقع في الأسر سيقتل حتما هو والعشرين اللي هم معاه. فلما عمل الصدقة، عمل المعروف، ما رمهوش البحر. مين اللي قال إن المعروف بيقع في البحر؟ ده الناس الصالحين والطيبين قالوا اعمل المعروفة في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. الله عليك. يبقى أنا أعمل المعروف ويقيني أنه يقع في يمين الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. إنما حكاية البحر دي ده الشيطان، شغل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سيدنا عبد الله بن حذافة لما عمل الصدقة وقال هي دي اللي حضرتك قلتيها دلوقتي، لا يقع وإن وقع يجد متكأ. فعلا هو ما وقعش، ولما وقع وجد متكأ يتكئ عليه وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا يضيع عنده معروف. الله لا يضيع عنده معروف. انت ممكن تنساه لكن صحائفك لا تنساه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. سيدنا عبد الله بن حذافة مشي هو والعشرين ووقعوا في الأسر، خلاص هم كده مقتولين مقتولين. فلما جه هرقل وقال هاتوا لي الكبير بتاعكم، وجه سيدنا عبد الله بن حذافة قال له أنا متحدث عنهم ولست كبيرهم، قال له اكفر بدين محمد وسأعطيك نصف ملكي. فقال والله لو أعطيتني ملك الدنيا كلها ما كفرت بدين محمد. قال لهم عذبوه، صلبوه، وبدأوا يضربوه بالسهام في ايديه وفي رجليه عشان يعذبوه عشان ما يموتش. فكان كلما أصابه سهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فثقلت على آذانهم هذه الكلمة، فقال أنزلوه. ثم حبسوه في غرفة وأدخلوا عليه غانية، فأخذت تجيء وتذهب أمامه، فكان كلما يراها يقول لا إله إلا الله. فهي التي خرجت مسرعة وقالت أحبستموني مع بشر أو مع حجر؟ قالوا لها ايه اللي حصل، ما بصلكيش لا كده ولا كده. قالت لهم بص ايه،
قلت كلما مشيت أمامه قال لا إله إلا الله رسول الله، قال لا إله إلا الله، فقال غيروا له التعزيم. فأتوا بقدر مليء بالماء وأوقدوا عليه النار حتى احمر جسم القدر والماء يغلي، وقال لهم أسقطوه في هذا الماء. قالوا له خش بقى أنت كده ارمي نفسك في قلب المية اللي بتغلي دي. وهو ماشي فذرفت عيناه بالدمع، ففرح قوي هرقل وقال ايوه هو كده غير موقفه. قال له انت عيطت بكيت عشان انت هتموت في المية المغلية؟ قال له لا والله لا والله. قال له امال انت بتعيط ليه؟ قال له اني ابكي لان لي نفسا واحدة عوض واتصدق بها عن زملائي، وكنت اتمنى ان تكون لي 100 نفس حتى اموت واحيا واموت واحيا واموت في سبيل الله. يا الله. فمرضيش يسيبه. قال له طيب انا ليا معاك طلب خير. ليا معاك طلب اخير. قال له اتفضل. قال له تبوس راسي واطلق سراحك. قال له تطلق سراحي انا؟ قال له لا، وتطلق سراح اخواني. قال له واطلق سراح اخواني. وهو رايح عشان يبوس راسه فقال له يا رب لو سألتني يوم القيامة قبلت رأسه؟ سأقول لك قبلتها من أجل أصحابي. وهو رايح فبصق على رأسه، بصق على رأسه ولم يقبلها، فتركه وترك حال أصحابه، وعاد عبد الله بن حذافة والعشرين من أصحابه جزاء المعروف وجزاء الصدقة. الصدقة وقتهم مصارع السوء. ولما ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الخليفة العادل عمر بن الخطاب ماذا فعل معك؟ قال له كذا وكذا. قال يا ابن حذافة حق على كل مسلم أن يقبل رأسك بعدي، وقام الأمير وقبل رأسه. يا الله. المعروف يقي مصارع السوء. طيب بنسمع كتير وحافظين مصارع السوء، طيب أنا عايزة حضرتك تقول لنا إيه هي مصارع السوء؟ لكن بعد التقرير نشوف التقرير ده ونرجع لحضرتكم مرة تانية، ابقوا معنا. اللهم اجعلنا من الميسرين يا رب العالمين. ست ولاء، ست مطلقة وهي في بداية حياتها وعندها أربع بنات، أربع بنات صغيرين. بيت من غير مية يبقى مش بيت، حياة من غير مية ما تبقاش حياة. مين اللي هيقول العيال اللي هم زي اليتامى دول المية بتاعتهم عليه والسقف كمان؟ يعني ده مفيش حتى شعاشيب عشان حاجة تقف عليه، يعني الشمس في قلب البيت والهواء في قلب البيت والمطر في قلب البيت. محتاجة سقف ضروري، يعني ضروري عشان خاطر اقعد براحتي انا وبناتي، لان هم بنات لازم يبقى قاعدين براحتهم. طب والميه بتشربي منين؟ بشرب من عند اهلي، من عند ابويا، فمحتاجه وصله ميه ومحتاجه ان انا اعمل سقف واحط بيبان على البيت. من فرج على مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على مسلم يسرها الله عليه. يعني ولاء وبناتها ما عندهمش سقف، ما عندهمش باب على البيت، ما عندهمش وصلة مية. ساهموا يا أهل الله، يا أهل الخير، ساهموا عشان الست دي تعيش مع أولادها عيشة كريمة. المؤمنون إخوة، اللي معاه يدي اللي معاهوش. اللي هيجيب وصلة المية للست دي وهي عيالها بيشربهم هيدعوا لها، وهم بيفطروا على الميه هيدعوا له، وهم بيتسحرهم ويشربوا من الميه هيدعوا له، لما يرتاحوا وينسك عليهم باب العيال دولت يدعوا له. الست دي دعوتها مستجابه عند الله سبحانه وتعالى. دايما أكثر دعائنا بيكون اللهم حسن الخاتمة،
اللهم حسن الخاتمة. ليه بتقولي الكلام ده يا نهال؟ لأن ده حاجة من إن ممكن نقع فيها وإحنا مش حاسين. دي واحدة من صنائع السوء. صح يا مولانا؟ ده صحيح. كل ميتة ما الواحد مش عامل لها حساب بشيء سيء أو بسبب إحنا بنحس إن هو أكبر من إمكانياتنا، دي مصارع السوء. المعروف بقى هو اللي بيبقى متكئ، أنا بتكئ عليه في الوقت اللي هقع فيه خالص، ألاقي ربنا مديد لحبال المعروف اللي أنا عملتها، الصدقة اللي أنا عملتها، البر اللي أنا عملته، بر بوالدي، بر بالناس، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بوريك طريق الخير فين، سواء أنت هتعمله والمفروض تعمله، أو سواء أنا أقوله ولازم أقوله ولازم أقوله. وبما أن احنا في حال المية، يبقى بفكر السادة المشاهدين أن المعروف اللي أنا هعمله في الوقت ده المية. سعد بن عبادة قال يا رسول الله أمي ماتت، أمي ماتت، أفأصنع لها صدقة؟ قال النبي نعم على طول، إزاي ما تعملش لأمك صدقة؟ فقال له طب أفضل صدقة إيه يا رسول الله؟ قال الماء، سقيا الماء، سقيا الماء. في بعض الناس وهو راكب في السيارة بتاعته بيدي الراجل الغلبان اللي هو واقف في الحر كوباية مية، إزازة مية، بيشربها ويدعي له، ده شيء طيب جدا. في واحد تاني بيعمل كولدير مية يبرد المية. احنا لسه بنقول ان احنا بنبرد مية، وانا بقول لك ده الناس دول ما عندهمش مية اصلا، لا باردة ولا سخنة. طيب لو انا ليا ام متوفية واب متوفي وتصدقت وعملت توصلت مية، هما يحسوا بيا؟ استنى الإجابة بعد ما اطلع اشوف التقرير ده وارجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. من يسر على مسلم كربة من كرب الدنيا سهل الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. الست مريضة وعندها المفصل، وكانت بتروح تجيب الجراكن ده من 2 كيلو، دلوقتي تعبت وما عندهاش حد وما عندهاش سقف وما فيش مية في البيت. الناس دي تعيش ازاي؟ الناس دي محتاجة نظرتكوا انتوا. تعبانه، كان المفصل تعبني دوت بتاع رجلي دي، وبعدين بكشف واعمل اشعات، والتانية برضه الدكتور قال لي اللي حصل لدي هيحصل لدي برضه، وفعلا هو اللي حصل لدي حصل لدي برضه. لحد دلوقتي بتجيب الجراكن دي من بره منين؟ كنا بنجيبهم اللي فيه الخير بيقدم ربنا، يجيب لي جركن ميه اشرب منه، ما فيش حد بيجيب لي اشحت ميه من جيراني واشرب. طب انت طالبة ايه حاجة؟ احنا دلوقتي جايين نساعدك، عاوزة مننا ايه؟ عايزة مية، وعايزة حد يساعدني، الرجلية تعباني ما بنامش الا الكل من لو نزع بالرجلية. لو جبرنا خاطر الست دي المريضة دي اللي بتمشي على عكاز ده ايه، ربنا هيكبر خاطرنا. انظروا لها نظرة عطف، كانت بتروح تجيب مية، دلوقتي مش قادرة تجيب مية، مش قادرة تجيب مية. الصورة اللي بتتكلم عن نفسها، الصورة اللي بقى في كلمة محتاجين 100 وصلة مية يا أهل الخير، 100 وصلة مية علشان في يوم من الأيام نبقى كل واحد شافنا حاولنا نساعده. كان ممكن جدا كلنا ما نبقاش موجودين ولا نقدم ونأجز كلنا في رمضان،
لكن احنا عندنا احساس ان احنا لازم نكمل، في مسؤوليه واقعه علينا تخلينا موجودين طول الشهر الكريم. محتاجين كم وصلة؟ ال100 وصلة مية وال40 سقف في البلد دي شيء في يعني ما بقاش رفاهية، ما بقاش رفاهية. وأؤكد تماما إن وصلة المية اللي هي ب7000 بقت ب3000 جنيه، وصلة المية ب3000 جنيه، السقف ب5000 جنيه، السهم في المسجد ب5000 جنيه. طب اسمح لي بقى انا افهم المشاهد، هي ليه نزلت من 7 لـ3؟ يعني هي كانت ب7 وبعد كده ب3، قول لي. عشان احنا ما بنروحش احنا نشتغل في الميه، احنا بنروح على شركه الميه وبنعمل في بروتوكول تعاون، بنعمل بال1000 وصله وبندفع فلوسهم، عشان كده الوصله بقت من 7000 ل 3000. سمعت يا مولانا ان فعل خير ساعات في ناس بتيجي معاكم لحد مكانكم ولحد شركه الميه متبرعين؟ ده بييجوا لشركه الميه، وجت الست من الفيوم نفسها جت معانا وراحت شركه الميه ودفعت بقيتها، وجت هي وبنتها واحنا بنركب الميه، شافت العداد بتاعها، لان هي قالت لي انت فاكر الست دي؟ قلت لها اه. قالت لي هي دي اللي انا عاوز الوصله بتاعت تكون عندها. جت فعلا وشافت واحنا بننفذ توصيله الميه. يبقى احنا عاوزين 140، 100 وصله ميه و40 سقف، الوصله الميه ب3000 والسقف ب5000 والسهم في المسجد ب5000. طيب يلا بقى نرجع لسؤالنا، والدتي متوفية أو والدي متوفي وحشوني جدا، لو اتصدقت يحسوا بيا؟ هنا لازم في حقيقة حضرتك لازم نعرفها. اتفضل. الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده بعد الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى آخر الآيات في سورة قاف. فكشفنا عنك غطاءك، ايه غطاء الروح؟ الجسم، البدن. طب ايه بقى؟ طب هي مغطيه الروح ازاي؟ ما هو الانسان حضرتك مخلوق من حاجتين، من النور وده الروح، ومن التراب وده البدن الجسم. فالروح مشتبكه بالبدن، فمسجونه بالبدن. يعني انا ما دامت روحي في جسمي ابص قدام بس، انما اللي ورايا ايه انا ما اعرفش. طب لما الروح تطلع من الضلمه اللي هي مسبباها السجن بتاع البدن ده، باصبحت ترى بنور الله، ترى اللي ورا وترى اللي قدام واللي في الجنب واللي في الشمال والبعيد والقريب. فانا امي لما تموت شايفاني في كل احوالي، شايفه ان انا مبسوط فبتفرح ليا، شايفه ان انا زعلان فبتزعل على زعلي، شايفه ان انا اتصدقت لها فبتفرح وبتيجي وبتحضني وتقعد معايا وتدعي لي لان انا حته منها، اني حته منها، وتفرح قوي وتنبسط وتلف على الاموات وتقول لهم انا ربيت حتى بعد ما مت تصدقت عليا، لان الصدقه بترفع منزلتها، الصدقه بترفع منزلتها. يبقى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهو حد يقول لي امه ماتت وخلاص، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ده الناس اللي ماشيين على الأرض هم الأموات، مش الأموات اللي في المقابر. لا لا لا، ده انت تقول الكلام ده قول لي دليل من القرآن بسرعة، وإلا هعرف انك انت بتقول وخلاص. لا، ده انا هقول لك ربنا سبحانه وتعالى. مش انت يا مولانا تقول وخلاص ابدا، مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام انك لا تسمع الموتى. الناس اللي رايحين جايين قدام حضرتك ده يا حضرة النبي دول ميتين. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم. يبقى اللي موجود على وش الدنيا وما يشوفش الحق يبقى اعمى، اللي ما يسمعش كلمة الحق يبقى اطرش، اللي ما يشوفش وما يتبعش الهدى هو اللي ميت. انما الميت اللي راح عند ربنا ده روحه ترى وتعيش،
وبشكل الله سبحانه وتعالى يعلم. يا سيدي صح، اذا كنا احنا بنقول انقطع عمل ابن ادم من ثلاث، الا من الا من ثلاث، الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وكمان في حاجه: سبع يلحق اجرهم بالميت. الولد الصالح اللي بيدعي وبيتصدق، الصدقه اللي اخرجها الانسان في حياته قبل مماته في حال صحته. ولذلك هنا انا بقول للي معاه فلوس ومستني بكره، اضمن لي يا حبيبي انك تعيش بكره وخليك لبكره. ما دام انت مش ضامن انك تعيش، يبقى حالا طلع صدقتك، حالا اعمل المعروف، حالا بر الناس اللي حواليك، حالا اكرم جيرانك، اكرم ضيوفك، اكرم اخواتك. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. وبعدين انا ما بقولكش حاجه لنفسي، انا والله مش محتاج خالص. ربنا يزيدك. انا مش محتاج ده، انا بقولك حاجه تنفعك انت. اصل الصدقه مش بتنفع اللي انت صدقت له. صحيح انت بتعمل وصله ميه والناس بيتنهم يشربوا لحد يوم القيامه وانت بتكسب حسنات، لكن انت عاوز انك تصدق. صح. عاوز انت اصلا تخرج الصدقه. صح. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أيها المسلمون، لقينا مسجد بنتكلم مع أصحابه، لقيناهم بيقولوا 4 سنين مبني الجامع ومش عارفين نكمله. بناء المساجد من أعظم الأعمال البر التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ربنا في كتابه بيقول لنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وما بنصليش الجمعة لأن مفيش مكان نصلي فيه. الغني بياخد نفسه وروح يصلي بعيد 2 كيلو 3 كيلو، واحنا بنصلي في البيوت. اتجمعوا الناس حوالينا وقالوا: في عرضكم وفي عرض الناس الطيبين، في عرض الناس الطيبين ابنوا لنا الجامع. احنا من اهل هذه العزبة وما عندناش مسجد. المسجد ده بقى له 4 سنين شغالين فيه. اللي قدرنا من قلوب اهل الخير هنا في العزبه، الناس هنا حالتها تعبانه، نتمنى من اهل الخير يقوموا معانا بمساعده اهل هذه القريه عشان نصب المسجد. والله نتمنى ان احنا نصلي في المسجد، والله نتمنى ان احنا نصلي في المسجد، ومشتاقين لاهل الخير يساعدونا في هذه القريه. والله بنصلي في البيوت ومعلقين، عايزين مساعدة من سيادتكم تفزع لنا في هذه القرية. مسجد مبني له 4 سنين وبنصلي في البيوت، واللي معاه عربية وقادر بيمشي يصلي في بلد تانية، والغلبان رائد يصلي في البيت. بنايتك للمسجد أو إعمارك للمسجد كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أنت بتساعد الناس إنهم يتقربوا إلى ربنا تبارك وتعالى، بتساعد الناس ان هم يحققوا مراد ربنا تبارك وتعالى ان هم يعبدوا ربنا في المسجد. يا الله، اذا كان البيت بيت الله والمال مال الله، فهل يليق بكم وانتم تملكون ان يكون هذا شكل بيت ربنا؟ عايزين نخلص الجامع ده قبل الشهر الكريم ما يخلص. عايزين ان شاء الله نروح للناس دي ويبقى انجاز المؤسسه دي ان الجامع ده اتبنى. يعني مفيش اروع ولا اجمل ان انا في يوم من الايام ابعث في ظل صدقه انا حطيتها في بيت ربنا بالبسيط كده. مش محتاجه بقى يعني نبقى متفقهين ومتعمقين في الدين، لا، الشعب المصري متدين بطبعه
هو الشعب المصري كده. قولي مولانا، احنا مش محتاجين كتير والله، احنا محتاجين 10 طن حديد و 50 طن اسمنت وما يلزمهم من زلط ورمل، ثم النجارة بتاعت الجامع والتشطيبات النهائية من كهرباء ودهان وخلافه. وانا رهنك ان شاء الله الجامع ده باذن الله تطلعوا من رمضان وانتوا عاملين. وانا واثق جدا 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 في الجمهور الجميل وفي الناس في رمضان، الناس في رمضان الجدع، الجدع طلع في رمضان. ما هو انت نفسك هتطلع في غير رمضان هتبقى حسنة وعشرة. طب وانت ليه ما تستريحش عشان تاخدها ب 700؟ عشان تاخدها ب 700 فين؟ تاخدها ب 700 في رمضان. الجدعان عشان المسجد ده يبقى سفينة نجاة لك يوم القيامة. خلي بالك كمان ده بيت ربنا. لو انا جارة وبعمل حاجة في شقتي او في بيتي واحتجت انت هتديني لحد ما اخلص. طيب ايه رأيك ربنا بقى سبحانه وتعالى بيته اللي انت هتدفع فيه، ربنا سبحانه وتعالى بيمد اليك ايده عشان يحط لك اسمك في هذا المسجد ويكون ملك لك في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. طمعانة بقى أسمع دعاء منك لينا والمصر والشعبها والرئيسها وجيشها قبل الفطار. اللهم إني أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكفينا شر من يقدر علينا ولا نقدر عليه. أمين. يا من بيده ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه. أمين. حصنتهم جميعا بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم من أرادنا بسوء فعليك به. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا كاملا مكملا شافعا لنا وشاهدا علينا هو وقرآنك يا رب العالمين. اللهم أمين. الله عليك يا مولانا. بكده أكون نهيت حلقة النهاردة. حلقة بكرة عايزين نتكلم عن حاجات كتير قوي بتقابلنا في حياتنا، عن الطمع والجشع، وقلوبنا لما تقسى وتاخدنا الدنيا في مجاريها وبننسى اللي علينا فيها. انتظروني غدا في نفس الموعد. كانت معكم نهال طيب في أمان الله.